افضل لاعب وسط مدافع في مصر من وجهه نظري هما اتنين مش واحد، ديانج وحمدي فتحي. بتكلم على لعيب رقم 6 بالتحديد يعني، لكن عندنا برضو السولية حاجه جامده جدا. خلينا نروح للوطن الرياضي وحسابهم الرسمي على الفيسبوك، وبيقولوا بص بقى الخبر ده، عشان الخبر ده صعب جدا يعني، حاجه عارف استفزاز كده شويه، لازم هتشوف الحاجات دي في طريقك، بس احنا ايه قلنا ما نفوتش خبر زي ده ولازم نقف عنده ونعلق، لان احنا في مرحله هي مرحله ايه، انا احاول اشوف انا انتمائي ايه واخبط في الفريق التاني، احاول اخلق اي مشاكل. فبص الخبر بيقول ايه، ده الوطن الرياضي حسابهم الرسمي على فيسبوك، قال لك مصدر، الله اعلم ايه المصدر ده يعني، ولا هو مصدر ولا حاجه، قفشة غاضب من اداره الاهلي بسبب راتبه اللي هو في الفئه الثالثه. طب اديني عقلك كده، هل ده منطقي؟ هل ده منطقي؟ طب هل حد لاحظ على قفشة اي غضب؟ هل اللاعب مثلا مستواه قليل او مش مركز؟ ده لحد امبارح يا راجل جايب جون عالمي في مباراه سيراميكا الهدف الرابع يعني، وعامل اداء اكثر من رائع. قفشة عامل اسيست كتير جدا في الدوري، قفشة جايب اهداف كتير جدا سواء في الدوري او في افريقيا، عامل اسيست كتير جدا في افريقيا. فيعني هل اللي احنا بنشوفه من قفشة ده يبان ان هو زعلان او مش زعلان؟ ده بخلاف اصلا ان كده كده النادي الاهلي بادارته والناس المسؤوله على الكره في النادي الاهلي كده كده بيقدروا يقدروا جدا جدا لاعبتهم. اللاعب اللي بيستحق اي تقدير مادي تحديدا، التقدير المعنوي موجود للجميع، لكن اللي بيتالق بيتوهج بياخد حقه من غير ما هو يطلب. لكن مثل هذه الاخبار الغرض منها ان انت تحاول تهز استقرار الفريق، وان انت تحاول تاثر بشكل او باخر على التركيز الذهني عند اللعيبه بما فيهم قفشة، وده مش هيحصل. واخبار كلها غير منطقيه واهدافها كلنا عارفينها. انا اصلا كان ممكن ما اطلعش الخبر ده النهارده، بس انا اضطريت اجيبه عشان نعلق عليه، عشان يبان لحضراتكم مين اللي بيحاول ان هو يكسر شويه او يحاول يلعب حرب نفسيه شويه على النادي الاهلي. طبعا الكلام ده غير واقعي وغير موجود اصلا بالمره. خلينا نروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نكمل فقرات حلقه التيرند النهارده. يلا بينا.